بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يا أحباب الكرام، القلب. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. الآن كم نشتكي من النظر الحرام، من الغيبة والكذب، كم نشتكي من ممارسة الحرام، من قول الحرام، من فعل الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك المدار كله على القلب، إذا صلح القلب ستصلح العين، إذا صلح القلب لن تكذب ولن تغتاب، إذا صلح القلب لن تسرق، إذا صلح القلب لن تكذب، إذا صلح القلب لن تنظر للحرام، إذا صلح القلب لن تفكر بالحرام، إذا صلح القلب لن تفعل الحرام، بس اصلح القلب. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كثرت صلاتك صلحت جوارحك كلها، قال إذا صلح القلب. ربنا يا ربنا.